عايزة أسألك برضو على دور الحضانة اللي ابتدت ترجع تشتغل دلوقتي، يعني على قد ما هي خطورة إنه دور حضانة ترجع تشتغل، على قد ما إنه الأم بتنزل، فيعني هتعمل إيه؟ ما الموقف صعب، مش كل أم عندها اللي يقدر يعني يساعدها في إنه الطفل يكون موجود معاها. فدور الحضانة في ظل ظروف كورونا ودول أطفال أكيد محتاجين يعني إجراءات مشددة 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 احترازية، بنعمل ايه في دور مش الحضانة؟ كل الدور احنا شغلناها مع الوزيرة لما اطلقت اعادة الانشطة تاني للحضانات، مش كل الحضانات اشتغلت ولكن بعض الحضانات اللي اشتغلت، وفي اساسا التزام كامل بالاجراءات الاحترازية. اي حضانة اشتغلت اجراءات الاحترازية تطبيق على اعلى مستوى، وفي حملات يوميا بتنزل لها من مؤسسات الاسرة والطفولة، من التفتيش والرقابة عندنا، من كله شغالين، بس اهم حاجه تطبيق الاجراءات الاحترازيه. طيب